السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: العلاج الذي يبحث عنه الجميع حاليا. حاليا الناس دايخة على دواء البلاكونيل أو الهيدروكين، البلاكونيل أو الهيدروكين الذي يحتوي على المادة الفعالة هيدروكسي كلوركين صلفيت، والتي تستخدم في علاج الملاريا، أيضا تستخدم في علاج الأمراض المناعية كالروماتويد والذئبة الحمراء لوبس، كذلك كان يستخدم في بروتوكولات علاج فيروس كورونا. طيب، البلاكونيل مش متواجد والهيدروكين مش متواجد، هنعمل ايه؟ صرح مصري وطني عملاق انتج دواء مماثل للبلاكونيل، وهو الكلوركين فوسفيت، انتاج شركة المهن. الكلوركين فوسفيت انتاج شركة المهن، الصرح المصري الوطني العملاق وبكل جدارة. طب ما تيجي نعمل كومباريزون او نعمل مقارنة ما بين التو برودكتس. ادي البلاكونيل بيحتوي على الهيدروكسي كلوركين صلفيت، لكن هنا كلوركين فوسفيت، مادة الكلوركين، لكن ده ملحها فوسفيت وده ملحها صلفيت، مادة الكلوركين. طب تركيز البلاكونيل 200 ملي جرام، تركيز الكلوركين فوسفيت 250 ملي جرام. مادة الكلوركين تستخدم في علاج الملاريا، الأميبا خارج الأمعاء، أيضا الأمراض المناعية كالروماتويد والذئبة الحمراء أو لوبس in English. كلوركين فوسفيت العلبة 20 قرص بعشرين جنيه، 20 قرص بعشرين جنيه، يعني القرص بجنيه. ولكن جملة أقولها بكل الحلقات بلا استثناء: لا يصرف الدواء إلا بإرشاد ومتابعة السادة الأطباء وبكل دقة. أهو كلوركين فوسفيت 250 ملي جرام، إنتاج شركة المهن، 20 قرص ب 20 جنيه، يعني القرص بجنيه، إنتاج شركة المهن. ده لا يوصف إلا بإرشاد ومتابعة السادة الأطباء وبكل دقة، محدش يروح يجيبه من نفسه، لا، ارجع لطبيبك، قول له كلوركين فوسفيت أهو، مكان البلاكونيل. ايه رأي حضرتك يا دكتور؟ باص اشتري، مش باص ما تشتريش. احنا ما بنوصفش لحد دواء ولا نتعدى حدودنا بالمرة. لا يوصف الدواء الا بإرشاد ومتابعة السادة الاطباء. كلوركين فوسفيت انتاج شركة المهن الطبية المصرية، صرح مصري وطني عملاق وبكل جدارة. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتم أي طبيب ولا أي دواء ولا أي صيدلية. لا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.